السلام عليكم. احنا اليوم في مستشفى تخصصي في وحدة الخداج في مستشفى التخصصي، تمام. انا حاب احكي عن هاي الحالة. هاي الحالة بعد انتظار 7.5 سنين في محاولات اطفال بمتكررة كان غير مفسر السبب. بعدين تبين انه في عنا نقص في مخزون مبيض. مخزون مبيض كان قليل، مخزون مبيض كان عنا تقريبا واحد. الزوج كان فحصه سليم وكان مع ذلك غير واضح سبب تأخر الحمل الموجود. عدم تأخر الحمل هذا كان غير مفسر لمرحلة محددة. بعدين صار في نقص في مخزون مبيض. كان في محاولات متعددة في إجراء برامج أطفال الأنابيب. الحمد لله رب العالمين توفقوا معنا. إحنا من المحاولة الأولى قدرنا إحنا بعد إذن ربنا سبحانه وتعالى ننجح. هذا الشكر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. أنا فرحة كثير كثير لهذه العائلة المحترمة جدا في بناتهم الحلوة، الله يخلي لهم إياهم بعد هذا الانتظار الطويل إنه قدروا يفرحوا عائدينا. هذا سنة من الله سبحانه وتعالى وفضله فقط. أنا سعيد جدا للنتيجة اليوم إلهم. إذا نقص مخزون مبيض بعد انتظار 7.5 سنين، إحنا اليوم في مستشفى التخصص في وحدة الخداج، لكن برنامج أطفال أنا بيتم في وحدة الإقصاء في مستشفى شمساني. هذا العمل وهذا الإنجاز بعود لكل الموظفين، بعود لكل الكوادر الطبية ولله أولا. بشكر هاي الأخت اللي ثقتها فينا، بشكر الأخ أبو هذه البنوت الحلوة اللي ثقتهم فينا، اللي بعد انتظار هذا الطويل كثير 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 قدرنا ننجح نحقق الحلم إلهم. اليوم تاريخ 26/1/2023 26/1/2023 هذا كان يوم كبير لهم وكبير لنا. أنا سعيد جدا للنتيجة الحلوة وإن شاء الله يا رب الخير يجي لكل الأمهات. بقول لكل الأمهات لا تقنطوا من رحمة الله، وإن شاء الله يا رب توفقوا ويجوا بنات حلوين وشباب حلوين مثل هاي البنت الجميلة الحلوة لهاي العائلة المحترمة. شكرا لكم، ببارك لهم كل قلبنا. إحنا اليوم في تغيير لأنه إحنا اليوم في مستشفى التخصصي، جيت مساء عشان أبارك لهاي العائلة وتصور مع هاي البنت الجميلة. شكرا لكم ولا تقنطوا من رحمة الله. 26/1/2023 مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.